الأمر هو أن وزارة الصحة ونظام الصحة الحكومي لم يتعافيا بعد، وكذلك لم تتعافى العديد من المستشفيات الخاصة من النزاع والأضرار التي لحقت بها، ولهذا نرى كثيرا من المرضى يأتون بإصابات اعتيادية كحوادث الطرق والسقوط والتي يمكن الاعتناء بها في مستشفيات أخرى، لكن ما من مكان آخر يلجأ إليه هؤلاء الناس، فجميع تلك المستشفيات مكتظة.